بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة قطر الندى، ودائما أسعد بتواصلي معكم من خلالها. فيديو جديد إن شاء الله، وفائدة أو عمل عجيب وغريب ولكن له قوة وله طاقة رهيبة لجلب الرزق بشكل تتعجب كيف حدث، وكذلك لجلب الطاقة الإيجابية للبيت والهدوء والراحة النفسية والبركة بإذن الله وقوته وبسر نبات خلقه الله وأودع فيه من الأسرار ما لا يحصى وما لا يعلم قدره إلا هو سبحانه. هذا النبات هو غصن الزيتون، غصن الشجرة المباركة التي أقسم الله بها في كتابه وذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم لعظمتها ولعلو قدرها ولنورها ولبركتها. وكلنا نعلم المكانة العظيمة لهذه الشجرة المباركة والتي ضرب الله بها مثلا تشبيه لنوره العظيم، حيث قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، صدق الله العظيم. ولكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أنه كما أن لهذه الشجرة نفع مادي على الإنسان، فلها أيضا نفع روحي، ولها طاقة نورانية عجيبة، سواء في زيتها كمعالجة من الأمراض الروحية أو في أوراقها كذلك، لها استخدامات روحانية عديدة، وأهمها وأصدقها أنك إذا حملت في محفظتك 7 أوراق خضراء من شجرة الزيتون، يعني فإن سبحان الله العظيم يبارك الله لك في رزقك في مالك، ويأتيك الرزق لا ينقطع أبدا. هناك من يقول أنها يعني تكتب بعض الحروف على الورقة، أنا لست متفقة صراحة مع هذه الأمور، ولكن يكفي أننا نقطع 7 أوراق ونضعها في المحفظة، فعلا لها تأثير بالغ. وكذلك في أعوادها لها استخدامات روحانية لمنع العين والسحر والمس. يقولون، لست متأكدة ولكن حسب ما يقال بكثرة، أن إذا قطعت 3 أعواد بهذا الشكل أو بهذا المقاس من غير أوراق، 3 أعواد وتربطها بخيط وتضعها في جيبك أو في محفظتك، فإنها تمنع السحر وتمنع المس والعين وهذه الأمور. لست متأكدة ولست متفقة 100% في هذه المسائل، ولكن يقال. أما إذا شكلت عصا بأغصانها، يعني عصا لما نزيل الأوراق تبقى العصا، العصا فعلا لها استخدامات روحانية عديدة، يضيق الوقت لذكر هذه الأمور. عفوا. وأما الأغصان وهي مربط الفرس، وهي ما نود الإشارة إلى خاصيتها في هذا الفيديو، فلها تأثير وطاقة نورانية رهيبة في جلب الرزق للبيت وللجيب وفي حلول البركة والخير بشكل تتعجب كيف حصل. يعني غصن كهذا، يعني غصن كامل كهذا. والفائدة هي كالتالي، وطبعا تفسير هذه الفائدة سأذكره في آخر الفيديو حتى يكون كل شيء واضح. عفوا. في أول صباح من الشهر العربي تأخذ غصن زيتون أخضر لا يكون فيه أي ورقة يابسة، يعني يكون أخضر ومن شجرة مثمرة، ثم تضعه في أمامك أمام المكان الذي أنت تنام فيه. وطبعا إذا لم يكن بجانب منزلك شجرة زيتون فتكون مهيئ قبل بيوم للغصن، بحيث أول يوم من الصباح من الشهر العربي يكون الغصن موجودا عندك. ثم
تضعه في المكان الذي تنام فيه، يا إما معلقا أمامك يا إما تضعه بجانبك، بحيث إذا استيقظت صباحا تجد الغصن أمامك تنظر إليه مدة 5 دقائق أو دقيقة ونصف وقبل أن تكلم أي أحد، وهكذا لمدة شهر. كل صباح، يعني كل صباح من ذلك الشهر تستيقظ تبقى تنظر إلى هذا الغصن دقيقتان ونصف أو 5 دقائق، وهكذا مدة شهر. وفي أول صباح من الشهر القمري الموالي تأخذ غصن جديد من شجرة الزيتون، ثم تبخر يعني الجديد بالقديم. مثلا هذا هو القديم، كان نبخر به الجديد، عندنا جديد نبخر به الجديد، ثم نضع الجديد مكان القديم، وهكذا. وفي الشهر الأول بإذن الله ستلاحظ رزقا غريبا وأمور لم تعهدها من قبل، وستلاحظ طاقة إيجابية مضافة للبيت، ولك من خير وبركة وهدوء ورزق لا تعلم من أين يصب عليك بإذن الله. فإذا أردت الاستمرار على هذا العمل فلك ذلك، وإن لم تريد فلك ذلك، ولكن لا تستغني عن وضع أو تعليق غصن زيتون في بيتك، فإن له خاصية فريدة ستلاحظها من أول الأيام. هذه الفائدة وجدتها في ضمن يعني بعض الفوائد النادرة للأولياء والصالحين وعلماء الروحانيات، فاستغربت ما هو السر فيها، وفي يعني وقرأتها في أكثر من مكان، ولاحظت أن الكل يتحدث عن قوتها ولها مجربين كثر، وعن تأثيرها الخارق لجلب الرزق والبركة للبيت وللشخص، ولكن لم أجد تفسيرا لها. وبحكم أنا من الناس الذين يعني دائما يبحثون عن لماذا وما هو السر في أي فائدة، بحثت طويلا فوجدت أن النظر الطويل لأغصان الزيتون، النظر المطول لأغصان الزيتون يولد طاقة إيجابية لدى الشخص. هذه الطاقة تستمد من الخواص النورانية التي أودع الله في هذه الشجرة المباركة، فتنعكس إيجابا على نفسية وروح ومحيط الشخص وعلى عقله الباطن، وخصوصا عندما يصادف أول أيام الشهور العربية، فيجلب إليه أغلى ما يتمنى في أعماقه، وأغلى ما يتمنى الإنسان هو الصحة والرزق. وفعلا أغصان الزيتون لها خاصية عظيمة وطاقة جبارة في جلب الصحة والرزق والبركة. فسبحان الله استنتجت من هذا الموضوع أنه كأنما يعمل الإنسان طاقة الجذب، يعني قانون الجذب. بين قوسين أنا لم أقم بهذا العمل بعد، وسأقوم به إن شاء الله في هذا الشهر، يعني سيكون يوم الأربعاء أول شهر أول أيام الشهر العربي. ولكن قمت سابقا بتعليق غصن زيتون في البيت، يعني غصن عادي مثل هذا أو غصنين على ما أظن، علقته في البيت، والله والله له طاقة إيجابية وله خاصية فريدة سبحان الله، وشيء مضاف في البيت فعلا، بخصوص جلب الرزق من حيث لا تدري، وبخصوص البركة، وبخصوص يعني تحس أن هناك شيئا فعلا مضاف، وفعلا فهي الشجرة المباركة. فأتمنى أن تقوموا بفعل أو بالعمل هذه الفائدة، فإن فعلا لها خاصية عجيبة لجلب الرزق، لا تدري من أين، وتتعجب من أين حصلت عليه بإذن الله، والله هو الرزاق وهو الفتاح سبحانه وتعالى. دمتم في رعاية الله، شكرا على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. Oh, my God.